بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أحييكم من جديد، ولقاءات الأسبوع الجديد، الأسبوع التاسع من عمر الدوري المصري الممتاز لموسم 2020-2021 في النسخة رقم 62. لقاء اليوم هو لقاء يجمع إنبي أمام نادي البنك الأهلي. نتمنى بمشيئة الله أن نستمتع بأحداث المباراة هنا في التجمع الخامس هنا في ملعب إنبي، ملعب بطرسبورت، ولقاء جديد ومتعة جديدة مع لقاءات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي. فريق إنبي صاحب البيت صاحب الدار، يدخل مباراة اليوم بيحتل المركز الثامن برصيد 10 نقاط من 6 لقاءات فقط لا غير. أما فريق البنك الأهلي فهو حاليا بيحتل أعزائي المشاهدين المركز العاشر برصيد 8 نقاط ومن 8 لقاءات. فريق طبعا إنبي عنده مباراتين مؤجلتين أمام الاتحاد السكندري من الأسبوع الرابع وأمام الإنتاج الحربي من الأسبوع الثامن. أما البنك الأهلي فهو حاليا في هذا الموسم لعب كل لقاته، نتمناها ساخنة، نتمناها ممتعة، نتمناها بمشيئة الله مليئة بكل الإثارة والمتعة والجمال في يوم جديد في لقاءات الأسبوع التاسع. مرتين على الورق بيلعبوا بطريقة لعب واحدة 4-3-3، إنبي هيكون على اليمين والبنك الأهلي الضيف هيكون على شمال الشاشة. للبنك الأهلي على الباك اليمين أسامة إبراهيم، عرضية خطيرة والرأسية ممتازة بالدفاع، ضربة رأس روعة من أسامة جلال وفي سقوط وفي إصابة. سلامات، ألف سلامة، ألف سلامة أحمد علي، إن شاء الله خير بإذن الله، إن شاء الله خير بإذن الله. أحمد علي استرها يا ستار، استرها يا ستار بإذن الله، إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. حصل التحام بين محمود جاد مع المهاجم أحمد علي، استرها يا ستار بإذن الله خير. دعوات كل الناس لأحمد علي. هذا هو الالتحام اللي حصل، التحام بين جاد مع المهاجم الهداف الكبير أحمد علي، هداف الدوري المصري في الموسم قبل الماضي. هذا هو الالتحام اللي حصل بين محمود جاد وطلع كورته المدافع أسامة جلال. أحمد علي الحمد لله خير، خير بإذن الله. توقف للمباراة لعلاج النجم أحمد علي، مشوار كبير لأحمد علي مع بيراميدز، مع إنبي، مع المقاولين، مع الإسماعيلي. احترف فترة وأدى مستوى عالي جدا مع نادي الهلال السعودي. موسم مشاهدينا تألق مع فريق إنبي في الدور الثاني ولعب معاهم 21 مباراة وسجل مع إنبي 7 أهداف في هذا الموسم. الاستاندة خطيرة، هتاخد منتهى الخطورة، استلام ولكن في فاول موجود على جون أوكوي، فاول موجود على أوكوي ولكن باصة بدنية ممتازة من بيتر والتحرك طولي كان رائع من جون أوكوي ولكن في النهاية في فاول من نصيب البنك الأهلي. على اليمين استلام من دينو بيتر، بعرض ما هتاخد مرة ثانية لبيتر، بعرضية تعدي منتهى الخطورة لجون أوكوي والهدف جول جوا جول. الهدف الاول الله عليك يا ولد جون أوكوي، استلام بدوران بلمسه جميله على يمين حارس المرمى ايزون فولي. فريق إنبي مشاهدينا يسجل اخيرا الهدف الاول، هدف التقدم في المباراه الحسنه الاولى حتى الان. دي هجمه اولى خطيره في لقاءات اليوم بعرضيه ساحره ثم المهاره موجوده في اقدام المهاجم النيجيري جون أوكوي، يحطها جميلة على يمين حارس مرمى محمود الزنفولي عشان فريق إنبي يسجل. أعزائي المشاهدين الهدف الأول، هدف التقدم الأهلي. الهجمة الأخيرة انطلاقة لمنتهى الخطورة، عدى فات أحمد ياسر والتصويبة مش ممكن يا راجل، ولكن حكمنا إدى صفارة وإدى فاول من نصيب نادي إنبي، فاول لإنبي، اعتراض بالجهاز الفني للبنك الأهلي على حكمنا حكم المباراة الكابتن أحمد جمال. هذه العادة مرة تانية، هذه العادة مرة تانية، الكرة الطولية والالتحام اللي كان موجود بين مين؟ بين رامي صبري مع حارس المرمى مع محمود جاد. هذا الالتحام اللي حصل وحكم اللقاء في النهاية إدى فاول، إدى فاول، إدى فاول تقريبا من نصيب نادي إنبي. الآن حكم الأول وتقدم إنبي
بهدف واحد على البنك الاهلي، هدف وحيد هو حسن وحيد على تاريخ المباراه، والهدف كان سجله المهاجم النيجيري جون اوكوي في الدقيقه مشاهدين 40 من عمر الشوط الاول، هدف وحيد اعزائي المشاهدين حسن وحيد حتى الان في هذا اللقاء في الشوط الاول. مشاهدينا بشكركم، استراحه ثم نعود، فالى اللقاء. كابتن احمد جمال الاخر انذار وحيد، والانذار كان من نصيب مهاجم انبي اللاعب جون اوكوي. الشوط الثاني بدا الان، انبي اصبح على الشمال والبنك الاهلي اصبح مشاهدينا على يمين الشاشه بالزي البرتقالي. نتمنى الشوط الثاني يكون افضل فنيا وافضل مستوى من الشوط الاول. لمسه واحده حلوه جميل، عطف اليمين جميله سريعه، تصل هجمه لأسامة ابراهيم، أسامة عرضية تعدي خطيرة متابعة، جول 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 جوه جول، التعادل 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 للبنك الأهلي في متابعة روعة بقدم فادي فريد. فين الدفاع؟ فين الدفاع؟ غايب تايه سرحان بعرضية لعبت جميلة جدا بقدم أسامة ابراهيم، والمتابعة بقدم الهداف فادي فريد يحطها روعة على يمين حارس مرمى محمود جاد عشان فريق البنك الاهلي يعود للمباراه ويسجل هدف التعادل في الدقيقه 58 من عمر اللقاء، وكمان هدف ثالث لفادي فريد في الدوري المصري في الموسم الحالي. هذه العرضيه تعدي من كل الناس من المدافعين ثم استلام روعه وحطها جميله جدا جدا النجم فادي فريد. 1-1 1-1 هذا عرضيه هديه العجوز والهجمه ورا بعرض الملعب. صلاح ريكو اماميه قوية خطيرة، الاستلام حلو والتصويب والهدف جول جول، الهدف الثاني عملوها ثاني وسجلوا الهدف الثاني، هو الخطير هو الرهيب هو السريع الهدف النجم النيجيري جون اوكوي يسجل اعزائي المشاهدين الهدف الثاني في الدقيقة 74 من عمر اللقاء. خطير والله خطير، رهيب والله رهيب، اخطر خطير موجود قدام في خط الهجوم. بص الباصه، بص الباصه حلوه ازاي، روعه الروعه، باصه جميله جدا بقدم مين؟ بقدم محمد المرسي، والاستلام هو كل الجمال ويحطها جميله جدا الخطير النيجيري جون اوكوي. ضربات ركنيه للبنك الاهلي مقابل ركنيه وحيده لنادي انبي في المباراه. كرة عالية فوق راسية تعدي جول جول، الهدف الثالث الهدف الثالث غير عادي، ضربة الراس الغير ضربة الراس الغير، هو 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 نجم المباراة وهو فارس اللقب النجم الكبير النيجيري الخطير جون اوكوي النهارده يسجل هاتريك اليوم في هذه المباراة. ده الهاتريك الأول يا سادة، ده الهاتريك الاول يا سادة في الدوري المصري في هذا الموسم، اول لاعب يسجل هاتريك في الدوري في الموسم الحالي هو نجم النجوم نجم خط هجوم انبي النيجيري جون اوكوي. جاد ركنيه للبنك الاهلي عاليه فوق خطيره، منتهى الخطوبه تالي على طول بعرضيه فوق تعدي الراسيه متابعه هوبا التصويب الشرويد جول جول، الهدف الثاني بضربة الراس من كريم بامبو، تصوبة صاروخية قوية بقدم شرويدة والمتابعة الجميلة والخطفة الغير من النجم كريم بامبو عشان فريق البنك الاهلي يسجل مشاهدينا الهدف الثاني، هدف تقليص الفارق في الدقيقة 84 من نهاية المباراة. هدف أول للنجم كريم بامبو في أول لقاء ليه مع البنك الأهلي. بص العادة، بص العرضية، بص الارتقاء والرأسية الممتازة، 2 البنك الأهلي 3 فريق انبي. حتى الآن التغييرات نقطة تحول كبيرة جدا في سير المباراة، مهارته حلوة قوي اللاعب ده، مهارة غير حلوة، بص على الشمال بتاع خطورة لإنبي، لمسة مهارة وتصويب، ولكن لسه كورة في الملعب تصل لفريق انبي. يا الله يا الله يا الله يا الله، خطيرة جدا رهيبة جدا، ولكن تعدي وتلعب بره الملعب، ادي العادة مرة تانية، الانطلاقة موجودة والمهارة موجودة في اقدام لاعب نجوم انبي، وادي اللمسة والعرضية والتصويبة القوية، ولكن تقرش بقدم محمد شريف محمد، ركنية اخر هجمة اخر امال واحلام لاعب نجوم البنك الاهلي من اجل العودة للمباراة. لمسة بها مجد عرضية وبالرأسية، ولكن فين يا سادة؟ طلعت بعيدة كل
البعد عن المرمى الراسية من محمود قعود، ولكن برا الملعب خلاص خلاص اللقاء بيقترب من النهاية. وفوز غالي وغالي وصعب وصعب بالنسبة لفريق انبي. هذه العادة مرة تانية، بص المهارة واللمة حلوة جميلة، مهارة ايه وقدرات ايه، مهارة عالية بقدم والله احمد ياسر والتصويب، ولكن قمة التألق من قلب الدفاع عن النجم أسامة جلال يطلع هدف مؤكد، هدف قاتل في اللحظة الأخيرة من عمر اللقاء. والآن اللقاء ينتهي مشاهدينا بفوز غالي وصعب، فوز إنبي على البنك الأهلي، إنبي 3 والبنك الأهلي 2. مشاهدينا بشكركم، وفي الختام أكيد أحلى كلام وأكيد أحلى سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.